خلينا كده مع بعض كده نستعرض أهم عناوين أخبار حلقتنا النهاردة. هنبتديها مع نادي الزمالك اللي بيخسر أمام برشلونة في ربع نهائي مونديال اليد. اكتمال عقد الفرق المتأهلة اللي قبل نهائي مونديال اليد. وفوز الأهلي والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية للسلة. واتحاد الطائرة يرفض ترشح الشمرلي ومندي في الانتخابات. وكالمعتاد نهائي مصري خالص في بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش. البطلة سمر حمزة بتحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة بالنرويج. ومنتخب ريشة يطير إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة العالم للسيدات.